شهدت فعاليات اليوم الأخير من معرض القاهرة الدولي لكتاب حفل توقيع الإعلامي الكبير الأستاذ جمال الشاعر كتابه الجديد وسط حضور مميز من رواد المعرض. المعرض فرصة للاشتباك مع الجمهور وإنه يسأل الكتاب وجها لوجه وإنه يعني يجي يقول لك إيه يعني إيه افرح يعني إيه تجوجل حتى أراك. فعملت الحقيقة عصف ذهني لطيف قوي فتجوجل حتى أراك. الكتاب ده معناه أنه اشتبك مع جوجل مع العم جوجل. كل الجيل الجديد يقول لك إيه المرجعية بتاعتي هي العم جوجل، يعني أنت تقول له أنا فلان ثانية واحدة يدخل يعرف عنك صفحتك كده. فالاشتباك مع جوجل ده معناه التفاعل مع المعرفة الإنسانية مع أفكار العالم من الانفتاح على الدنيا. فده كتاب تحريضي على المعرفة، بيحرض على المعرفة والإبداع والابتكار والتعبير عن الأفكار والآراء. تجوجل حتى أراك، وهي اقتباس أو تمثل لمقولة تكلم حتى أراك، وكأن الكلام لم يعد معيارا على الحكم على شخصيات الرجل أو ثقافة الرجل في هذا العصر الانفتاحي الذي يعتمد على الرقمنة وثورة المعلومات والمعرفة.